يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل جدي قد توفي بعد رمضان، نعم، وكان عليه قضاء، فهل يصام عنه الأيام التي أفطرها؟ ومن الذي يقوم بصيامها؟ وهل تتجزأ الأيام بين الأقارب؟ ما ندري عن تركه للصيام وموته بعد ذلك، هل استمر به المرض الذي ترك من أجله الصيام حتى مات؟ فهذا ليس عليه قضاء، أو أنه شفي وعوفي وأتى عليه رمضان آخر ولم يقضي من غير عذر، فهذا يبقى الصيام في ذمته، وإذا صام عنه أحد من أقاربه أو من غيرهم أبرأ ذمته. نعم.